السلام عليكم أعزائي الكرام، إن شاء الله تكونوا كام بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. نقول لكم نهاركم مبروك ومربوح. بالنسبة لنهار اليوم فضلت ندير لكم وصفة خبز الزبيب الفرنسي أو بان غيزا. إن شاء الله الوصفة تنال إعجابكم ونتمنى لكم فرجة ممتعة. على بركة الله، بسم الله. نبدأ بلاكريم باتيسيير. بالنسبة لكريم باتيسيير نحتاج كأسين من الحليب، الكأس يرفد 240 مليلتر. نأكد الكأس يرفد 240 مليلتر. نحتاج ملعقتين كبيرتين من مستحضر لكريم باتيسيير. نحتاج ملعقتين كبيرتين من السكر، ملعقة صغيرة من الزبدة، وملعقتين صغيرتين من الفانيليا. في كسرونة نضع الحليب كأسين، الكأس الأول ثم الكأس الثاني، ثم نضيف السكر ملعقتين كبيرتين، سكر حسب الرغبة. ثم نضيف مستحضر لكريم باتيسيير ونخلطه جيدا، ثم نضع فوق النار الخليط ديالنا. هو كي تقلنا نحسو به ثقيل، نضيف عليه الفانيليا ثم ملعقة صغيرة من الزبدة في الأخير، ونواصلو بالتحريك حتى يتقلنا الخليط يجي ما ثقيل ما خفيف. ثم نفرغته في الغرفية، نخليه يبرد جانبا. والآن نحضر عجينة البريوش المورقة. بالنسبة للوصفة نحتاج 800 غرام من الفارينة. في الأول نضع 400 غرام في وعاء ونحتفظه ب 400 غرام، نضيفها في الآخر. في غرفية نضع ملعقة صغيرة من الخميرة العجين زائد ملعقة صغيرة من السكر زائد القليل من الماء الدافئ، ونخلطه ونخلي الخميرة ديالنا تتفاعل لمدة 10 دقائق. فوق 400 غرام الفرينة نضيف ملعقة صغيرة من الملح، ثم ربع كاس من الزيت النباتية، الكاس يرفد 240 مليلتر الربع ديالو. ثم نضيف بيض بيضة والصفر نحتفظ به للتزيين في الأخير. ونخلطه جيدا، ثم نضيف الخميرة اللي خليناها تتفاعل، خلطوا جيدا، خلطوا مليح. ثم نضيف كأس من الحليب اللي هو 240 مليلتر، ونزيدوا بقية الفرينة اللي احتفظنا بها في الأول 400 غرام. هنا فوق طاولة عمل نعجن مليح جيدا العجين ديالنا، نعجنه لمدة 10 دقائق.
ثم فوق طاولة عمل مرشوشة بالفارينة نقطع العجين ديالنا إلى 6 قطع متساوية. نحتفظوا بهم جيدا. ونبداو نورقوا بالوحدة بالوحدة، وحدة تلو الأخرى، تنكملوهم وما نديروهمش ما نورقوهمش رقاق بزاف باش من بعد ما يتقطع لناش العجين. نورقوهم غير شوية هنا. جبت 240 غرام من الزبدة بعد ما حكيتها ودخلتها للثلاجة جمدت، ونعاود نجبدوها باش تجينا سهلة في العمل. نديرو الورقة الأولى أو العجينة الأولى، نطبعوها على شكل مربع أو مستطيل، ثم نضيف فوق الزبدة ثم نضع الورقة العجينة الثانية من الفوق ونستمروا حتى نكملوا جميع العجين اللي بقى لنا. وهنا كملت كامل العجين ديالي والورقه التاليه بلا ما نديروا فيها الزبده من فوق، نخليوها هكذاك. هنا نثقبو بالفرشيطة باش يخرج لنا داك الهواء، ونحلو العجين ديالنا بالحلال ولا بواسطة الأيادي. هنا في كاسرونة نضع القليل من العنب المجفف أو الزبيب مع ملعقة صغيرة من السكر والقليل من الماء، ونخليوه يطيب لنا. من المستحسن هاد العملية نقوم بها في الأول قبل ما نبدأ العجين، ثم العجينة اللي ورقناها مع بعض نضيف فوق الكريمة، كريمة الباتيسير اللي خدمنا فيها في الأول، نطليو كامل الوجه نتاع العجينة ديالنا. الا ما عندكش لاكريم باتيسير نقدو زعما نقدو نستبدلوه بالمربى المشمش، مربى المشمش. نطليو كامل سطح العجين من كل الجوانب. ثم نضيفوا الزبيب اللي كنا غليناه وصفيناه، كنا طيبناه في الماء والسكر، نضيفوه من الفوق. ونبداو نلفوا
نديروه على شكل حلزون، هنا نجيب واحد الخيط ونبداو نقطعو كما راكم تشاهدوا الى قطع. ولا تنجم تقطع بالسكين، انا نفضل طريقه الخيط. نبداو نسدفو في صينيه فيها ورق الزبده. هنا بعد ما سدفناهم في الصينيه نعصروا عليهم، نطبعوهم بيدينا باش ما يجيوناش غلط. ثم نحضروا صفار البيضاء، صفار البيضاء اللي خلطناه مع القليل من الخل باش ما يجيش فيها، باش نتفاداو رائحة البيض. ثم ندهنوا سطح الخبز ديالنا او البريوش بالزبيب، ندهنوا كامل السطح بالبانسو. هنا بعد ما نكملوا كامل الخبيزات ديالنا ندهنهم، ندخلوا الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة. الفرن تاع المروحة، ولا عندك الفرن اللي يشعل من الفوق ومن التحت تشعلو من التحت، كي يطيب لك من التحت عاود تشعلو من الفوق باش يحمر. اما الخبيزه ديالنا وجدوا، ان شاء الله الوصفه تنال اعجابكم، والى عجبتكم الوصفه ما عليكم الا الضغط على زر الاعجاب والمشاركه في القناه، ونقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى ان شاء الله. سلام.